هل الحب في رأيكم ممكن ما يكونش الآثار بتاعته إيجابية؟ إيه رأيك يا أستاذ عبد الحميد؟ ممكن بعض الأحيان يعني في حب يعني في مزايدة كده في الحب ممكن تخلي الواحد يتاكل مثلا. يتاكل يعني يستهلك. يستهلك امتى الحب ممكن يكون بيوصل الانسان للاستهلاك؟ يعني في مثل بيقول ان انت اكرمت الكريم ملكته وان انت اكرمت اللئيمه تمرده بقى. فالواحد يعني على حسب الشخص اللي قدامه، يعني ممكن اقعد بدافع الحب اقعد ادي وفي المقابل الاقي الشخص اللي قدامي مثلا بيستغل حاجه زي دي، ولكن الشخص اللي قدامي ده لو بيبادلني نفس الشعور وزي ما انا بحاول اساعده هو بيحاول يساعدني، ساعتها الموضوع يبقى الميزان او الدنيا موزونه. يعني انت شايف ان من الامارات اللي تخلينا مركزين في مساله الاستهلاك ان في حد يتحول الى شخص ممتص، يبقى ممتص للشخص اللي قدامه فيستهلكه. صحيح. في اماره تاني ممكن نشوفها، لان الامارات دي مهمه جدا جدا، لان في ناس بيستمروا في الاستهلاك ده لغايه مده طويله. يعني في امثله بقى زي روميو وجولييت مثلا، دول ده كان في نوع من انواع المبالغه، ما هو لازم يبقى في اتزان في العلاقه. فانا دلوقتي يعني الست هو راجل مات هتموت نفسها ولا لا؟ يعني حاجه مش طبيعيه، مش موزونه طبعا خالص، حاجه مش موزونه.